السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ، أنا عندي 4 أبناء. الله يبارك يا رب. الله يبارك في عمرك يا رب. حياك. أنا كان نفسي جدا أجيب لهم محفظ قرآن أو محفظة إنها تحفظهم كتاب الله. في البيت؟ في البيت. بنين ولا بنات؟ هما بنتين وولدين. طيب، والسؤال؟ السؤال يا شيخ، هما كانوا من البداية حفظوا مع يعني مع معلمة، وبعد وجت ظروف كورونا خلت يعني في ناس كتير حصل معاها دربكة، المرض توقفوا، وابتديت أنا أشتغل معاهم في البيت ماشي. طيب يعني كتمشية حال يعني. ماشي. أنا حسيت إن هما ابتدوا يعني إيه يتفلتوا مني، أنا مش قادرة أجيب القديم معاهم، يعني وصلنا لمراحل ايه فصلت. السؤال اختصارا يا اختي؟ ما السؤال؟ السؤال دلوقتي محفظات النساء مش متوفرة، انا ظروفي زوجي مسافر مش موجود ومعايا اولادي لوحدي في البيت. اول تجيب رجل البيت حتى لو ما حفظهم. اياك ان تدخلي رجلا المنزل في غياب زوجك، زوجك في دولة ثانية. هتجيب الرجل الاول، انت في الاول متحفظة وهو متحفظ، والشيطان لن يترككما. اصحى انت طيبة ومؤدبة ودينة، والمحفظ الشيخ ومؤدب ومتدين، لكن الشيطان مش متدين مش مؤدب. الشيطان هيسعى في الافساد، فانتبه لنفسك. يا تجيب امرأة يا بلاش، بس زوجك في الغربة، انتبهي. نعم نعم انتبهي. انا فاهمه، هو بس والله انا نفسي جدا ربنا يعيننا. المهم المطلوب ايه؟ قلت لك ما تجيبيش رجل البيت، الله يستر عليك. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طب ادعيلهم بالله عليك. الله يهديهم يا رب ويسلم. الله يبارك في عمرك ويديك الصحة. بعدين إذا بحثتي ستجدي صالحات فضليات. الله يبارك فيك. الله يكرمك، مع السلامة.